السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم ثالث؟ اليوم يوم الأربعاء، اسمه تاريخ اليوم اللي هو 4/11/2020. اليوم راح نكمل درسنا طرح الكسور. اليوم راح ناخذ اللي هو تمارين المسائل. تحدثنا سابقا كيف احنا بنطرح الكسور اللي هو بسط مع البسط، أما المقامات لا تطرح ولا تجمع. لازم دائما هاي المعلومة دائما تكون في بالكم وتلصق في دماغكم. عرفنا كيف احنا بنمثل طرح الكسور او جمع الكسور، كمان سواء كان طرح او جمع عملناهم على ايش؟ على لوحة الكسور. وعرفنا كيف احنا بنعمل لوحة الكسور على طرح الكسور، وكيف احنا بنقسمها، وكيف بنقسمها دائما لدائرة لوحة الكسور حسب شو؟ حسب المقامات اللي عنا. طيب هلا عنا 80 صفحة من وسائل صفحة رقم 79. عنا أجد أول سؤال، عنا أجد الناتج ما يأتي. طبعا أنا ما رح أحل لكم كل الأسئلة، بدي أعطيكم فرصة إنكم أنتوا تحلوا الأشياء، يعني أحل لكم شوية صغيرة منهم، وفي أسئلة ما رح أحلها كاملة عشان إيش؟ أعطيكم فرصة إنكم تحلوا وأشوف إذا أنتوا فاهمين فعليا الدرس أم لا. فرح أعطيكم هلا عنا السؤال الأول، بحكي لك أجد ناتج ما يأتي، يعني شو بدك تعمل؟ بدك توجد الناتج، ناتج الكسور. طيب عندنا 14/16 وناقص اللي هو 12/16. دائما يا ثالث أول خطوة بنعملها نحط اللي هو الكسر، هاي بنحط كعب الكسر، وبنحط دائما المقامات شو بتكون؟ ما بتروح ولا تجمع. فشو بنعمل هون؟ عندنا بنحط المقام زي ما هو اللي هو كم؟ 16. كم هو المقام عندنا؟ 16. طيب البسط عندنا كم؟ 14 ناقص 12 كم هيساوي؟ بنحكي 4 ناقص 2 كم يساوي؟ 2. طيب 1 ناقص 1 0، فما فيش داعي نحط الصفر، راح تصير 2 على كم؟ على 16. 2 على كم؟ على 16. طيب بالسؤال اللي بعديه بحكي لك 67/86 ناقص 19/ايش؟ على 86. على كم؟ على 86. اول اشي بنحط اللي هو الكسر، المقام زي ما هو بضله، شو بيساوي؟ بصير فيه زي ما هو اللي هو كم؟ 86. طيب هلا بنحكي 67 ناقص 19، كيف احنا بنطرح؟ بنطرح عملية طرح عادية، 7 ناقص 7 ناقص 9 لا يجوز، بتاخذ من جارتها بتصير 17، وهي شو بتصير؟ بتصير 5. 17 ناقص 9 شو بنعمل؟ بنحكي 17 في عائلنا، بنضلنا ننزل لحد ما يصير عندنا 9، بنحكي 17 اللي هي 16، بعدين بنحكي 16 اسمه 15 14 13 12 11 10 9. يعني كم احنا اخذنا؟ اللي هي 8. يعني كم حيكون يضل عندنا؟ راح يكون عندنا 8. طيب 8 5 ناقص 1 4، يعني بصير عندنا 48. يعني 67 ناقص 19 يساوي كم؟ 48. طيب هلا عندنا 93/86 ناقص 19/86. أول إشي زي ما تعودنا شو نعمل؟ نحط الكسر، نحط الكسر، ونحط المقامات زي ما هي 86، وبنحكي 3 ناقص 9 لا يجوز، بتصير 13، وهي بتصير كم؟ 8. 13 ناقص 9 نفس الشيء، بنحط 13 بعائلنا ونوصل لحد ما تصير عندنا 9، اللي هو راح يكون عندنا الجواب كم؟ 13 12 11 10 9. يعني كم؟ يعني 4. يعني كم؟ يعني 4. طيب 8 ناقص 1 راح يكون 7، يعني 74/86. هذا هو الجواب لكم.
طيب دور عليكم انتوا يا ثالث شو؟ انا حليت لكم اول وحده، حليت لكم اول سطر كامل. دور عليكم السطر الثاني هذا موجود عندكم، بتحلوها انتوا لحالكم، تبعتوا لي اياها تمام؟ على قائمه الواجبات راح ابعث لكم، راح احط لكم واجب اللي 8 مسائل راح تحلوها انتوا وتبعتوا لي اياها واشوف حلكم اذا انتوا فعليا عارفين تحلوا ام لا. طيب السؤال الثاني شو بحكي لك؟ اضع العدد المناسب في المربع. بدنا نحط العدد المناسب في المربع عشان تصير شو؟ جملة اسمه الطرح اسمه صحيحة. هلا عندنا 14، أول وحدة حط لك إياها 14 على 19 ناقص مربع على مربع يساوي 3 على إيش؟ على 19. أول شيء تعرف شو بنحكي تالت؟ المقامات من غير أي تفكير بنحكي إن المقامات شو بتكون؟ نفس ما هي، مع إنه هون 19 وهون 19 راح يكون عندنا هون 19. هلا الأول الشغل راح يكون عندنا عند البسط، البسط هلا عندنا هون 14 وعندنا هون 3. 14 ناقص شو عشان يعطينا 3؟ 14 ناقص شو حتى يعطينا 3؟ شو بنحكي؟ بنحكي 14 ناقص 3، 14 ناقص 3 شو بصير عندنا؟ بكون عندنا اللي هو 11، يعني 4 ناقص 3 1، والواحد تنزل زي ما هي هذه هون، شو بصير عندنا 11؟ طيب لو نتأكد من حلنا 4 ناقص 1 يساوي كم؟ 3، و1 ناقص 1 كم يساوي؟ 0، فراح يكون عندنا الجواب 3، فراح نحكي عندنا حلنا صحيح. طيب هلا هون السؤال اللي هو تحتي هذا التحتي اللي هون بدي افهمكم اياه عشان تحلوه، بعدين تحلوا بعدين شو راح تحلوا انتم؟ راح تحلوا هاي وهاي تمام؟ راح افهمكم هاي كيف تنحل عشانكم انتم بس. 1 هون صحيح ناقص 2 على 5، كيف بدنا نحلها هاي تالت؟ كيف بدنا نحلها؟ يساوي كم؟ فالمربع على 5، مربع على 5. طيب احنا شو نعمل هون؟ راح يكون عندنا الواحد هاي بما انها عدد صحيح، بما انها عدد صحيح فشو حتكون عباره عن شو هي؟ حتكون عباره عن 5 على 5، لانه هون عندك جواب 5 عندك هون جواب 5، فراح يكون العباره راح يكون عندك الواحد صحيح هو عباره عن 5 على 5، عباره عن شو؟ عباره عن 5 على 5. طيب الواحد هلا بدنا اياه، خلص هي الواحد عباره عن 5 على 5، كيف عرفنا ان هو على 5 على 5؟ بما انه هون عندك 5 فراح يكون مقامها 5، بما انها واحد صحيح فلازم يكون البسط والمقام نفس الشيء. دائما تعودنا الواحد الصحيح هو بيكون عباره عن البسط والمقام نفس الشيء، فراح يكون عندك 5 على 5. طيب هون راح نحل عادي، 5 ناقص 2، 5 ناقص 2 كم يساوي؟ راح يساوي عندنا 3، والخمسة هون عندنا تطرح المقام بضل زي ما هو بكون 5، يعني راح يكون عندك 3 على شو؟ على 5. فهاي المعلومة الجديدة راح انتوا لازم تفهموها دائما يا تالت، لما تشوفوا عندكم اسمه عند الطرح عملية طرح الكسور وبيعملكم 1 مثلا 1 ناقص 2 على 5 او 2 على 6، اذا كانت 2 على 6 شو حتكون هون؟ 6 على 6. فدائما تطلع على المقام اللي هون وبتعملوا المقام والبسط نفس الشيء، فانا هي عندك شو عندك هون؟ عندك 1 صحيح. فهاي المعلومة لازم تركزوا عليها كثير منيح، عشان هيك انا حاعطيكم انتم واجب تحلوه اللي هو السؤال هذا والسؤال هذا، عندك تحلوه مع بعض. في عندك نفس المبدا هاي، عندك 1 ناقص 1 على 4 يساوي مربع على مربع، فانت راح تحل لي اياها تمام؟ تبعت لي الحل واشوف اذا انتم فعليا عارفين تحلوها ام لا. طيب هلا السؤال الثالث بحكي لك مع يوسف، مع يوسف كم الخمس؟ 5 دينار، خمس الدينار 1 على 5 اللي هي 5 دينار. فإذا أراد أن يشتري لأختي الصغيرة قطعة حلوى ثمنها 3 أخماس الدينار، ما المبلغ الذي يلزمه ليشتري قطعة الحلوى؟ هلا شو رح تعمل انتوا هون؟ السؤال الثالث بحكي لك انه مع يوسف
ايش؟ 5 دينار. بدي يشتري، بدي يشتري لاخته حلوى. حلوى سعرها كم؟ سعرها 3 اخماس. 3 اخماس الدينار. طيب كيف بدي يشتريها بما انه معه خمس وهي 3 اخماس؟ شو رح تعمل هون؟ رح تكون عمليه طرح، اللي هو بحكي لك كم يحتاج، كم يحتاج عشان شو؟ عشان يشتري الحلوى لاخته. رح تعمل شو؟ رح تعمله 3 على 5 ناقص شو؟ الخمس. ناقص شو؟ الخمس. 3 اخماس هي سعر الحلوى، والخمس اللي هو المعاه، تمام؟ فبتطرح دائما العدد الكبير من العدد الصغير. فبحكي لك 3 ناقص 1 رح يكون 2 على شو؟ على 5. يعني يحتاج 2 على 5 او 50، يحتاج الى 50 ليشتري شو؟ ليشتري قطعة الحلوى. يعني يحتاج يوسف 50 ليشتري قطعة الحلوى. فهمي دالت؟ يعني بحكي لك هون، فهمت كيف تحلوها هاي؟ بتحطوا اللي هو بحكي لك سعر الحلوى، سعر الحلوى 3 اخماس. كم هي سعر الحلوى؟ 3 اخماس. وهو معاه بس 5 واحد، هو معاه 5 واحد. فكم يحتاج حتى يشتري؟ يعني بده كمان يزيد على الخمس هذا الواحد، بده يزيد كمان 2 50 عشان يصير معاه كم؟ عشان يصير معاه 3 اخماس. عشان شو؟ عشان يشتري قطعة الحلوى. وهيك احنا خلصنا درسنا اليوم، بتمنى تكونوا فهمتوه وحليت معي. وزي ما حكيت لكم انا حاطط لكم واجب تحلوا لي الاسئله اللي بقت من دوائر المسائل، تبعتوا لي اياها واشوف انتم فاهمين او لا. عشان ايش؟ اذا مش فاهمين اي شيء تسالوني اياه او انا ارجع اعيد لكم اياه من اول وجديد. تمام يا ثالث؟ يعطيكم الف عافيه.